الحقوني 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 بسرعة يا دكتور، الحقني بسرعة، الحقني، ابني بيموت. حاضر يا أستاذ، حاضر، على مهلك، ما تقلقش على ابنك، أنا عالجه، هاته. اتفضل يا دكتور، اتفضل. عيني يا أستاذ، ابنك في الحفظ والصوم، ما تقلقش، يلا لما اروح أشوفه. ايه ده؟ ايه اللي أنا شايفه ده؟ أنا بسرعة لازم أقول لأبوه، دي مشكلة كبيرة جدا. يا أستاذ يا أستاذ، خير خير، بالله عليك طمني يا دكتور، بالله عليك طمني. الصراحة يا أستاذ، ابن حضرتك عنده مرض نادر جدا، وللأسف هو ملوش علاج، يعني كده اعتبر ان هو قرب يموت، والأحمر بإيد ربنا يا أستاذ. ايه؟ ازاي؟ ازاي اللي انت بتقوله ده؟ لا 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 لا، بالله عليك شوف له اي علاج، خد الفلوس اللي انت عايزها، خد الفلوس اللي انت عايزها. يا أستاذ زي ما أنا قلتلك، ملهاش علاقة بالفلوس خالص، الأعمار بإيد ربنا، وهو قرب يموت يعتبر، لأنه عنده مرض أنا أول مرة أشوفه، ومرض ملوش علاج خالص. إيه؟ يعني هو كده خلاص؟ قرب يموت؟ أنا آسف يا أستاذ، أنا آسف. الحقوني، الحقوني، الجهاز، الحقوني، الحقوني بسرعة، الحقوني بالجهاز، الحقوني، الحقوني، حد يلحقني، الحقوني بسرعة. الحقوني الجهاز، الجهاز في حاجة علق، الجهاز بايظ، الحقوني. ايه ده؟ ايه ده يا استاذ؟ الجهاز عنده حصل حاجة، استنى يا استاذ اما اشوفه. ايه ده حبيبي؟ ابني، ابني في ايه؟ في ايه حبيبي؟ يا استاذ استنى، هو خلاص قرب يطلع، الجهاز انا افتحه دلوقتي. مش قادر، الحقوني يا بابا، الحقني يا بابا، الحقني بسرعة. ايه ده؟ انت ازاي عايش؟ انا خايف يا بابا، انا خايف. ما تخافش يا حبيبي، ما تخافش خالص، ما تخافش، تعال ريح، تعال. ايه ده؟ انا مش مصدق نفسي، ايه اللي انا شفته ده؟ استنى كده اتاكد من الجهاز، لا برضو الجهاز سليم. ايه ده؟ يعني اللي انا شايفه ده صح؟ تعال يا استاذ، عايزك بره في كلمتين. ايه في ايه خير؟ عايزك بره في كلمتين بسرعه يا استاذ، انا عمري في حياتي يا استاذ ما شفت حاجة بالشكل ده. حضرتك ابنك اتعالج، انا مستغرب اتعالج ازاي، تقريبا من اللي حصل في الجهاز ممكن يكون ده هو سبب علاجه، انا مستغرب، دي حاجة غريبة، حضرتك دي معجزة. الحمد لله، الحمد لله يا دكتور، عشان ربنا عالم، عالم ان انا مانيش غيره. حبيب قلبي، حبيب قلبي يا عمر، حبيبي مانيش غيره بجد. شكرا جدا يا دكتور. شكرا ايه؟ هو حضرتك انا عملت حاجة؟ انا ذات نفسي بقالي 25 سنه شغال في الطب، ما شفتش حاجه زي كده خالص. الحمد لله يا دكتور، الحمد لله، لما اخش اطمن عليه دلوقتي. سبحان الله، بجد بجد سبحان الله. ايه يا بابا؟ ايه يا بابا؟ بس شايفك قلقان وعمال تعيط، في حاجه ولا ايه؟ مفيش حاجه يا حبيبي، مفيش حاجه خالص، الحمد لله انت كبيت وبقيت سليم. ما ايوه صح يا بابا، انا كنت عايز اقولك ان انا بقيت حاسس ان انا كويس، مش محتاج اي علاج خالص دلوقتي. الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله، يلا بينا بقى نروح البيت. ايوه يا بابا يلا بينا نروح، معلش عشان مش عايز اقعد هنا خالص، انا عايز اروح بيتنا. يلا يا حبيبي يلا، تعالى يا عمر، يا عمر قوم يلا يا حبيبي، صباح الخير، قوم 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 يلا، قوم 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 يلا يا عمر قوم. حاضر يا بابا. ايه ده في ايه وانت بتصحيني كده ليه النهارده؟ قوم يا حيوان، انا مبسوط، انا مبسوط معرفش ليه. يلا بقى عشان عندك مدرسه يا حبيب قلبي، يلا انا بحضر لك تحت الفطار. حاضر يا بابا، حاضر، انا نازل وراك اهو، انا هظبط نفسي وانزل لك على طول. برافو يا حبيبي، يلا 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 انا مستنيك تحت. بس قبل ما انزل لبابا في حاجه الاول لازم اعملها، وقبل ما اعمل الحاجه دي لازم البس النضاره بتاعتي الاول. ومساء السعاده بكميات زياده، عاملين ايه يا رب تكونوا بخير؟ بقول لكم ايه بقى، على كده هات ودنك، هات ودنك. بص بقى، لو انت لسه ما عملتش لايك انزل يلا حط لايك للفيديو، عايز اوصل الفيديو ده في يوم واحد 1000 لايك. وبقول لك ايه، ولو انت اول مره تشوفني انزل يلا اشترك تحت في القناه، علشان بقى تشوف الافلام الجامده جدا، بنعمل افلام جامده ما تقلقش وهتعجبك كلها. يلا بقى بسرعه بقى لما انزل اشوف بابا. يلا يا حبيبي بالهنا والشفا.
بصراحة يا بابا تسلم ايدك، الفطار جامد جدا. شكرا يا حبيبي، ده انا عامله النهاردة بكل سعادة وكل انبساط، انت متعرفش اللي جوايا. ايه يا بابا، انا عايز اعرف ايه سر الفرحة بتاعتك دي. معلش، اصل انت النهاردة كده عمال تصحيني بطريقة وبتتنطط على السرير وانت بتصحيني وفرحان بشكل غريب. اسمع اسمع، اقول لك بعدين، يلا بقى عشان تروح المدرسة. حاضر يا بابا، يلا انا نازل دلوقتي المدرسة. عايز حاجة؟ لا يا حبيبي، عايزك كويس، وبقول لك ايه، خد بالك على نفسك. حاضر يا بابا، يلا سلام. سلام يا حبيبي، سلام. بقول لك ايه يا عمر، انا بتحداك تيجي تاخد مني كورة. بس كده يا اخوخة؟ يعني انت بتتحداني؟ انا هاجي اخد منك الكورة. ايه ده؟ هو ايه اللي حصل يا هادي يا عمر؟ ايه السرعة اللي انت جريت بيها دي؟ دماغي وجعاني اوي يا اخوخة. يا عم انا اول مرة اشوف واحد بيجري كده، ايه السرعة دي اصلا؟ يا نهار ابيض. والله ما عارف يا اخوخة. انا دلوقتي عايز ارتاح. ما انت لازم ترتاح، ده انت اتهبدت في الحيطة هبدة ما يعلم بيها الا ربنا. ايه ده يا ابني ده؟ تعالى تعالى. مش قادر، ايه السرعة دي؟ انا ايه اللي حصل؟ انت بتسألني انا ايه اللي حصل؟ ده انت عندك سرعة. بقول لك ايه، ده انت كنت سرعة الضوء، انا ما لحقتش اشوفك. سرعة الضوء؟ يعني ايه سرعة الضوء؟ معقولة؟ انا ما خدتش بالي ايه اللي حصل اصلا. ولا انا خدت بالي، انا لقيتك بس واقع عند الحيطة هناك، فقلت انت اكيد مشيت من هنا لهنا، ما انا مش فاهم ايه اللي حصل. طب اعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه دلوقتي؟ اقول لك ادي عمر، انا هسميك فلاش. قول لي ليه هسميك فلاش؟ ليه يا عم هتسميني فلاش ليه؟ لان انت سرعتك زي سرعة الضوء، والضوء خدناها بالانجليزي معناها فلاش، ففلاش يعني ضوء. يا عم سرعة ايه دي؟ جت معايا حظ. حظ ايه؟ طب جرب كده تجري تاني في الحوش. استنى كده لما اشوف. ايه ده ايه ده؟ مش بقول لك فلاش؟ يا لهوي عليك يا فلاش. بقول لك ايه، انا مش هقول لك عمر تاني، انت فلاش سرعتك رهيبة جدا. يا اخوخة. بقول لك ايه، هجيلك بقى بالليل اكلمك في الموضوع ده، لازم نعمل حاجة مهمة جدا بالموضوع اللي عندك ده، وعايز اعرف ايه السبب. عد عليها بالليل يا اخوخة، عد عليها بالليل. يلا بقى سلام، انت ممكن تروح انت في ثانية. يلا باي باي يا اخوخة، باي. فهمني بقى يا بابا، ايه اللي انت كنت عايز تقوله لي قبل المدرسة؟ انا كنت عايز اعرف انت فرحان ليه وانت قلت لي لما تيجي. شوف يا حبيبي، الصراحة انا كنت عايز اقول لك على حاجة، بس كنت متردد اقولها لك ولا لا. انت كان عندك مرض المفروض ان ملوش علاج، والدكتور قال انك هتموت، لكن لما حصل اللي حصل في المستشفى والجهاز حصل فيه كده، فالدكتور هو قال لي هو ده سبب العلاج. احنا اصلا كنا مش عارفين نعالج ليك ايه. ايه بجد يا بابا؟ يعني هو ده اللي حصل لي؟ ايوه يا حبيبي، علشان كده انا فرحان دلوقتي، انا بقيت اسعد واحد في الدنيا دي كلها، ان انا شايف ابني فرحان وشايف ابني كويس. ربنا يخليك لي يا بابا، ربنا يخليك لي. ايه ده، هو مين اللي بيرن كده يا حبيبي؟ لما انزل اشوف. لا يا بابا، ده هتلاقيه خوخة، هو كان عايز يجي للبيت. يا لهو على صاحبك ده، بيرن الباب بطريقة هيبوظ الجرس. معلش يا بابا، انا هنزل اشوف. طيب طيب يلا. يا عمر، جرس بتاعك وصوته حلو قوي. ما خلاص يا خوخة، ما خلاص، يلا خش. خلاص يا عم خلاص، تعال 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 خش. ايه ده، امال فين باباك يا عم؟ بابا فوق، هو قاعد فوق بيتفرج على التلفزيون. تمام، بص بقى، انا عايزك الموضوع ده ما تقولوش لحد خالص، يلا بينا على الاوضه بتاعتك ونتكلم في السر. ماشي يا خوخة، يلا بينا. بص بقى يا عم، المفروض ان انت دلوقتي عندك قوة خارقة، وانا قلت لك اسميك فلاش، فانا شايف ان الاسم ده كده من الاخر لايق عليك بشكل رهيب. تمام. دي شكلها ممكن تكون قوة خارقة. اقول لك بسبب ايه؟ قول لي بسبب ايه. اللي حصل يا عم، ان انا كنت مع بابا في المستشفى امبارح، فهو بيقول ان انت كان عندك مرض ملهوش اي علاج خالص، فلما رحت عند المستشفى بجهاز الاشعة قفل عليا وحصل فيه حاجة غريبة جدا، فبعد كده الدكتور قال له ده خف من التعب اللي هو فيه وبقى زي الفل، فاعتقد ان ده ممكن يكون هو السبب. ايوه هو ده السبب يا وحش. شفت قلت لك ازاي؟ هو ده هو ده. ايه يا عم انا اللي بقول لك؟
يا عم انا بقول لك هو السبب. بقول لك ايه بقى، انت دلوقتي لازم تلبس لك لبس فلاش فلاش، يعني تلبس لبس شياكة شياكة. يا عم خلاص هنعمل اللبس مع بعض بس، وهننقذ الناس. تمام تمام يا اخوخة تمام. واهلا وسهلا في اخبار بروك هافن الاخبارية. وتم دلوقتي انقاذ البنك، وده كله بفضل فلاش لانه اسرع واحد شفناه في العالم. وكلنا طبعا بنشكر فلاش جدا لانه بيعمل كل اعمال الخير اللي في المدينة من غير اي مقابل. وكان معكم حنبلايز فايز من قناة الاخبار، وسلام. برافو عليك ياد يا فلاش، الاخبار كلها بقت تتكلم عنك يا ولا يا سريع. حبيبي يا اخوخة ما ده كله بسببك، ما انت اللي قلت لي برضو لازم تبقى بطل خارق. انا ما كنتش عارف ان القوة دي عندي ولازم استخدمها ازاي. يا عم اي خدمة، اخوخة في اي وقت موجود، اي وقت موجود. حبيبي يا اخوخة بس بقول لك ايه، انا احساسي على فكرة بيقول ان في حد في خطر، بسرعة لما اروح اشوف. يلا يا ابو احساس اتكل على الله روح شوف الخطر. سلام سلام. بقولك ايه يا حنان؟ ايوه عايز ايه يا بابا؟ اسمعي يا حنان، انا دلوقتي عايزك تعملي حاجة مهمة جدا، حاجة اصلا انا محتاج على الشغل. حاجة ايه يا بابا؟ انا تحت امرك يا بابا يا حبيبي. ايوه كده دلعيني وبابا وحبيبي، بس يا رب تنجحي في اللي انا هقولك عليه. ما تقلقش يا بابا هنجح وعلى طول. بونسي بقى حبيبتي، عايزك تقربي من فلاش، بمعنى ان انا عايزه عندي في المختبر علشان اجرب عليه التجارب. بس كده يا بابا؟ حاضر تحت امرك. انت دلوقتي هتعملي ايه؟ هتعملي نفسك طبعا واحدة في بيت محروق، هتدي له الحقنة دي اول لما يقرب منك عشان ينقذك من الحريقة. خديها. ما تقلقش يا بابا انا هعمل كل حاجة بالحر. ايوة كده هو هيغمى عليه على طول، بعدها انت بقى تقومي تجيبهولي. حاضر يا بابا حاضر. يلا حبيبتي يلا حنان تكل على الله. حاضر يا بابا حاضر. يا رب حنان ما تخيبش، يا رب يا رب حنان ما تخيبش، عشان انا تعبان نفسيا ومش ناقص تعب اكتر من التعب اللي انا فيه. الحقوني الحقوني بسرعه، حد يلحقني. ايه ده في واحده في مشكله دلوقتي، لازم بسرعه اطلع الحقها. ايه ده تعالي بسرعه تعالي ما تلاقيش. شكرا ليك جدا شكرا ليك جدا يا فلاش، شكرا ليك. العفو على ايه؟ العفو ده اللي انا المفروض اعمله. ما تقلقش يا فلاش، ده هي شك الدبوس عشان بابا عايزك. ما تقلقش ما تقلقش، مش هتحس بأي وجع خالص. انا دلوقتي كده نجحت يا بابا في اللي انت عايزه، نجحت وهرفع راسك قدام كل الناس. برافو عليك يا حنان برافو عليك. على ايه يا بابا؟ انت تأمرني يا بابا وانا نفذ على طول. هاتيلي بقى العنكبوت النونو علشان اجرب عليه التجربة. ماشي يا بابا ماشي. عينيا. تسلم عينيك غالة جميل. ايوة يا بابا جبتلك العنكبوت النونو اهو. ايوة العنكبوت النونو، يلا عدوا يا عنكبوت عدوا يا نونو. يلا سلام عنكب سلام اخويا، في حفظ الله انت اتكل على الله. يا لهوي يا لهو عليا وعلى اختراعاتي الهايله. برافو عليك يا بابا، انت احسن مخترع شفته في حياتي، احسن دكتور في المدينه. ايوه طبعا يا حنان، هو انت تقدري تقولي غير كده ولا ايه؟ لا طبعا يا بابا لا طبعا ما اقدرش. دلوقتي بقى هيعدي 24 ساعه المفروض ان هو يصحى، يبقى دلوقتي عنده قوة إضافية، وأنا طبعا هعرف ألعب بدماغه علشان يشتغل معايا ويعمل لي كل الحاجات اللي أنا عايزها. أيوة طبعا يا بابا هيبقى شغال معاك ويعمل كل اللي أنت عايزه. أنت بترددي كلامي ولا إيه؟ ما علينا يلا بينا دلوقتي كده نبعد دلوقتي
وهو هيتحول تحول تاني خالص علشان يعمل اللي احنا عايزينه. ايه ده؟ الحق بقيت حنان الواد صحي فلاش، ولا اقولك هنسميه سبايدر فلاش. الحق بسرعة. ايه ده بجد يا بابا؟ فين فين؟ ايه ده بقى شكله عامل كده ليه؟ واو هتلاقيه قوي جدا صح؟ ايوه طبعا، وهيشتغل معانا حبيبة قلبي. يا سلام عليك يا بابا، يا سلام، احلى مخترع فيكي يا مدينة، او احلى مخترع فيكي يا كوكب الارض. ايوه كده حبيبتي بنت حنان، احلى بنت دي ولا ايه؟ وبقى المفروض بقى دلوقتي ان هو يشتغل لصالحنا بس يفوق بس. ايه ده؟ هو انا فين؟ وايه اللي حصل لي؟ هو انا اللي مربوط كده؟ وانت طلعتي تضحك عليا، مش انت اللي كنت موجودة جوه النار وانا طلعت انقذتك؟ معلش يا حبيبي، ما هو التخبيل وحش ودلوقتي محدش بيعمل لحد. بس بقول لك ايه، طبعا انت هتأمن لي. قولي ليه؟ اذا انت مين؟ قولي ليه ما تقوليش انت مين، بدل ما اقول لك نفسح انا وانت التنين. دلوقتي انت هتشتغل لصالحي علشان اسرق البنوك واعمل كل افكار الشريره الجميله. ولا حنون؟ ايوه طبعا يا بابا، احلى بابا في الدنيا واحلى شرير في الدنيا. هاي معلش طبعا يا سبايدر فلاش، معلش ضحكت عليك، بس ده شغل ولا ايه؟ يعني كلكم بتستغفلوني؟ ايوه يا عم بنستغفلك. وبعدين بقولك ايه، ما انت كده كده تشتغل معانا، انت بتدعي من ايه؟ شوف طيب انا موافق، بس فكني وهشتغل معاكم على طول. لا 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 لا، ده جيب بسرعة اوي يا حنان، ده هلا اشتغل معاك بسرعة، فكها بنت حنون. حاضر يا بابا حاضر. انت بقى دلوقتي عايز نعمل ايه؟ ايه ده؟ انت لحقت تشتغل معانا كده؟ بقولك ايه؟ انت دلوقتي بقى المفروض تسرق البنك بتاع بروك هافي، قلت ايه يا صاحبي؟ مفيش منه الكلام ده طبعا، خد خد. ايه ده؟ بابا بابا انا هجري انا هجري يا بابا، سلام انا بقى يا بابا. خد يا بنت حنان. ايه بقى؟ ايه ده هتعمل ايه يا مجنون؟ هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هقضي عليك طبعا علشان ما تعملش افكار شريره زي دي تاني. وعلى فكره انا بشكرك انك مديني طاقه تانية، انت مديني طاقه سبايدر وفي نفس الوقت فلاش اللي عندي، بقيت سبايدر فلاش. شكرا جدا يا دكتور، بس برضو في نفس الوقت هقضي عليك دلوقتي بالسرعه المهوله. اوه وبس كده قضيت عليه الحمد لله، ويكون فيديو النهارده خلص كده لحد النهارده. يا رب بقى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب، وسلام.